المعرض مقام في مطار العلمين الدولي على أرض مساحتها 125 ألف متر مربع، ودي يا فندم لقطات من مراحل الإنشاء من أول ما كانت أرض فضاء ومراحل وضع الأساسات حتى الوصول للشكل النهائي للمعرض بأيدي أكثر من 7000 عامل. وأقسام المعرض المختلفة بتبدأ من أول القبة الصغيرة والقبة الكبيرة اللي حضراتكم رافقنا فيها حاليا، ده غير صالة العرض الذكية بمساحة 10000 متر مربع واللي بتضم عدد كبير من الشركات العارضة، بالإضافة لمنطقة المعرض الأرضي بمساحة 100000 متر مربع والتي تضم ما يقرب من 100 طائرة بطرازاتها المختلفة. المعرض بيمثل بوابة للتواصل بين الشركات الرائدة في مجال صناعات الطيران والفضاء، وبيمثل أيضا منصة مثالية لعقد لقاءات ومناقشات لتطوير هذه الصناعات، ليكون دافع نحو المزيد من التعاون المثمر بين الدول المشاركة تحت رعايتكم الكريمة.